ونشكركم على الاستضافه بما يخص المقابله فقط مقابله بالطبع من ناحيه التقنيه التكتيكيه كانت بالنسبه لنا حنا كانت يعني مغيرين كل فريق عنده طريقه اللعب ديالو صحيح ان لم تكن هناك اصابات ولكن كان واحد الايقاع جيد كانت هناك فرص للتسجيل كانت المقابله متساويه بين الفريقين صحيح اننا احنا بالطبع جينا بفكره بان باش نلعبوا بطريقه هجوميه ولكن كان العقل شويه شارد لان كنعرفوا عندنا مقابله نصف نهائي من الاربعاء فكان ما كناش 100% في ذاك التركيز اللي كان خصنا نكونوا فيه غياب حدره في اخر لحظه اثر سلبيا على الهجوم نظن ان النقطه بالنسبه لنا امام كوكب في الميدان ديالها نتيجه ايجابيه واجهنا فريق بالطبع منظم فريق من ناحية الدفاعية من ناحية التحول إلى الهجوم كان يعني خلقنا بعض المتاعب ولكن رغم أن كانت لا دوميناسيون ديالنا كمان اللي تستغيل دونك ما سجلناش جو فرص قليلة كنظن أن العامل لأننا نفكر أكثر في الثنائي اللي كتسنى جميع المكونات الجديدة وأثر سلبيا على التركيز الذهني مرة أخرى نقطة أمام كوكب مراكش نظن أنها نتيجة إيجابية أنا كنظن كوكب الصحابي هو اللي يتكلم عليها بالنسبة لحنا الجديدة كما شفتوا جينا بطريقتنا المعروفة يعني كنلعبوا الهجوم ما نقولش ديفوالي لي كارت ديالي كيفاش كنلعب مي طريقتنا المعهودة هي لعبنا بها اليوم غياب حدث تنظن أنه أثر سلبيا على الهجوم كما قلت أزارو كان مصاب ولم يتدرب يومين من المقابلة الأخيرة ولكن غامر سبيل لأن بغيت يدخل في الكومبيتيسيون يبقاش مريح 4-5 أيام عندنا مقابلة أمام الأربعاء ولكن كنظن أن فريق كوكب مراكش اليوم من ناحية الدفاعية كان حاضر لا ذهنيا ولا سون فوت داروا أرمس سون فوت من ناحية الدفاعية صحيح انه طريقه اللعب ديالو سي صاحبو اللي غيتكلم عليها ولكن حنا لقينا مشاكل باش نمروا من الاطراف وسط الميدان اذا بالنسبه لنا الحصيله ديال نقطه واحده خارج الميدان كنظن ايجابيه بمعنى غتستافد من دعم المقابله القادمه صح حنا الان لو اللاعبين ديالنا خدينا شعار واحد هو لا للهزيمه نظن ان نبحثوا على 3 نقاط خارج الميدان في البطوله بالطبع واقل الاضرار هي نقطه ما نهزموش وفي الميدان ديال نحاولوا نربحوا لان السنه الفارطه عرفتوا الجديده ما انعتقت الى الدوره 27 في مراكش في الكوكب دونك ما بغيش الفريق يعاود يعيش نفس الماساه لا سيما ان الفريق الدوره 18 عنده 15 نقطه الان 7 نقاط في 4 مقابلات نظن هذا مكسب طبعا حنا عندنا ديربي ريجيونال هاد اللاعبين كلهم اللي سنينا بعمر سنينا حدراف تنظن هما يلعبوا نهائي كاس العرش فاللاعبين كلهم 7 لاعبين جايين من الفريق الامل منهم السي بروقي لاعبين عندهم مهارات فرديه ممتازه اللي تيبقى هو اقحامهم في المقابلات باش يكسبوا التجربه هذا هو الهدف الاساسي علاش جينا حنا للدفاع كنشوفوا اليوم لعبنا نفسي مفتول شاب صغير من امان لعبنا شباب اخرين اللي يمكن كاع ما متعودينش على الاماكن ديالهم ولكن حنا عندنا مكسب كنربحوا فريق شاب مواليد 94 95 96 97 حتى 98 دونك بالنسبه لي انا تنوجدوا المقابله وهذه المقابلات هما اللي تيوجدوك لان غنلعبوا الاكستيريور مع اسفي دونك بالنسبه لي انا الصعوبه اللي لقيتها اليوم نقدر نلقاها في اسفين لان الكونتكست غيال ديال ان ماتش اوفيسيال ماشي فريق اللي غنجي غادي نعس على الوساده ونقول انا جيت ربحت ولا انا وليت فانا عندي شباب اللي ما عندوش تجربه يقدر يكون عندهم ان اكسيد كونفيونس دونك الواقع هما لقاو اليوم الواقع مع فريق منظم تقنيا تكتيكيا خلقنا صعوبه في المقابله اذا غنلقاو نفس الواقع الكروي يوم الاربعاء فهذا بالنسبه لي انا ان بوان بوزيتيف جينا نضيعوا ربيع شحال من نقطة تنظن تضيع نقاط كرة قدمية وكا دونك بالنسبة لي أنا كنجوجي الأداء أول شيء الأداء واش من ناحية التقنية الفردية والجماعية كنا حاضرين ولا لا دونك بالنسبة لي كان واحد الارتياح دونك دفاعيا كان داك التحول ولا التنشيط الهجومي كان
تيبقى هو لا كونكريزاسيون كومون ماركي ان بوت. دونك كيما قلت لعبنا 6 مقابلات بين الكاس وبين البطوله بانديو في حدراف وازارو. اليوم لعبنا ازارو ونلح. دونك كاين واحد التجانس باقي ما حاصلش بالاثنين. انا نلح في جميع المقابلات لعب وسط ميدان، ولكن كما قلت نقطه خارج الديار بالنسبه لي انا ايجابيه. اولا ما عطوناش فرصه، كانت فرصه كجنه، لان الفريق لان التموضع التكتيكي الدفاعي ديال ما نسمو حنا البلوك با صعيب تبيرسيه من وسط يعني وسط الملعب او من الاطراف. فرقينا صعوبه كما قلت لك، مي كون كانت سجلت اي اصابه هنا وهنا غيتحل. مي مالوغوزمون السي الصحابي الى اوبتي بور ان سيستيم لحساب لي موي اللي عنده ايماء يا كاسي صاحبي الحساب لي موي اللي عنده. دونك انا جو فيليسيت ان هو عارف القوه ديال الدفاع، عارف اللاعبين عندنا صراع، دار ان بلوك با بور نو كريي ان بروبليم الى ريوسي. انا جو فيليسيت باسكو لاني ديرنيير كنت عارف جيت ربحنا بثلاثه هنا. دونك il y a un changement technique ou tactique qui a une animation défensive في مستوى على حساب المؤهلات الفرديه ديال اللاعبين. واي مدرب ما يكرهش يحل اللعب وما يكرهش بلي يسجل ولا عنده لاعبين في المستوى. دونك انا جو ريسبكت لو شوا ديال السي الصحابي. صحيح ان التعادل ما رضانا الطرفين، يمكن حنا كنا اقرب شويه، ولكن بالنسبه لي انا كما قلت داك لو مونطال ديالنا يمكن كان شارد. حتى اللاعبين دابا بين بعض المقابلات تيتكلموا بان الحمد لله ما توعد حتى واحد للدمي فينال. دونك ديجا هاد ليدي كتعرف العقليه ديال اللاعب الهاوي. دونك انا بالنسبه لي انا تعادل الحمد لله خارج الميدان. فريق اللي فاز على الجيش بالرباط راه ماشي سهل. دونك غيجيب واحد انوتر اسبري اون اوتر مونتاليتي دو غانيور. حنا اون ايسي ديمبوزي لو جو ديالنا كيف ديما درنا ان بريسيو او لعبنا الكره ديالنا صرب اون با ماركي. مي نقطه الحمد لله تخلينا في الطابلو تروازيام ودخلنا بحال بلوكينا الكوكب اللي عنده 4 بوا ما توصلش لينا. كون ربحات غدير 7 وحنا نبقاو 6. دونك اون بلوكي الكوكب اون غاني بوا سور لي زيكيب اللي خسروا اليوم اللي خسرت اليوم. دونك بالنسبه لنا كنحسب لي بوان من هنا ل 15 جورني خصني دي بوان. Merci.